جمهور الرباط. انا دابا عايش في الرباط، جمهور الرباط ما جمهور لانه مولف على المسرح. سيتو مدينه الرباط هي مدينه اللي معروفه بالحركيه المسرحيه فيها، لان عدد الفرق المسرحيه كاينه بزاف كثيره، خاصه ان كاين مسرح محمد الخامس اللي دوزنا فيه العرض اليوم بحنيني، يعني كاين قاعات. مي جمهور الرباط جمهور ديال المسرح، دونك مولف عليه. مي الشكر، الشكر لمجلس مقاطعه حسان بهذه المبادره اللي دار مع المسرح الوطني محمد الخامس على هذا البتي فيستيفال اللي داروا مهرجان المسرح، اللي خلاونا نتلاقاو بالناس. كذلك حضرنا التكريم ديال مولاي احمد العلوي، الله يطولنا في عمره ويخلي لنا من الرواد القدام، من الناس الاولين اللي حبونا في هذه الحرفه اللي تفرجنا فيهم، سواء على الخشبه ولا في المسرح. لا بيان سو كان الحضور جيد جيد جدا الحمد لله. مع مسرحيه نايضه كنقدموها مع ستيلكم، فرقه ستيلكم، من اخراج امين ناصور، تشخيص عبد الربي، الى جانب وسيله الصبحي، هجر الشرقي، زهيريت بن جدي، وعبد الحق بن مجاهد، كذلك الفنانه الموسيقيه اللي معنا سواء يونس الخروف او ياسر الترجماني. فهو عمل تقريبا لمده 3 سنين و4 سنين، وحنا كنتحركوا به، كندوروا به، مازال كيتلعب، لانه القصد كبير عند الجمهور، داكشي علاش مازال مطلوب ومازال كنلعبوه ان شاء الله. ماشي صدى سياسي، اي حاجه كنناقشوها سواء في المسرح هي حاجه واخا تكون اجتماعيه فدائما هي عندها علاقه بالسياسه، لان سواء السياسه كتاثر على المجتمع ولا المجتمع كذلك كاثر على السياسه. لا كندق على الجيران ولا كندق على احد، كندق على احد بالعكس. هي مسرحيه عادي كنقدمنا فيها بزاف اللوحات لي طابلو، كل الشخصيه ديالي هنا كيجي كل مره في شكل، سواء رومانسي او لا رجل سياسه او لا هذه، دونك كتلقى استحسان كبير من الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله احنا في صدد دابا كنوجدوا الاعمال المسرحيه جديده، الموسم الجديد ان شاء الله في 2024 لا طول الله العمر. كذلك هنا بعض الاعمال التلفزيه اللي غادا تجي في الطريق ان شاء الله، خلي هذيك مفاجاه تخرج ان شاء الله باذن الله. الى جانب بعض كذلك في السينما غادي يخرج فيلم هذه السنه ان شاء الله، كنا ديجا صورناه، الى جانب جوج الافلام اخرين اللي صورت ان شاء الله غادي يوجدوا العام الجاي.